ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على توقعات السريعه لشهر سبتمبر في 2019 لاصحاب برج الاسد. اصحاب برج الاسد عندكم شهر هيكون رائع جدا، في فرص هائله جدا من العمل، من العاطفه، من حاجات كتيره جدا اجتماعيا. خلونا نبدا من ناحيه العمل. من ناحيه العمل في فرص في العمل، في وظيفه او في فرصه سفر بتلح عليك كتير في شهر 9. عندكم في فرصة سفر من تجاه العمل، فيها يكون ارباح مادية اكتر، في وظيفة جديدة بتبقى هي اللي عايزاكم، يعني في حد بيطلبكم لوظيفة جديدة مش انتم كمان اللي بتسعوا ليها، هيكون فيها ارباح مادية او هيكون فيها راتب اعلى، فده هيكون افضل كتير ليكم. فده القرار اللي في ايديكم، لان كتير من اصحاب برج الاسد عندهم وفاء للمكان اللي هم فيه، فمنكم كتير هيرفض ان هو يسيب مكان العمل، ومنكم اللي هيقرر ان هو يروح المكان التاني او الوظيفة الجديدة. فرصة السفر بالنسبة لكم، في معروض عليكم فرصة سفر، لكن مش كتير منكم بيحبذ فكرة السفر. ده من ناحية العمل. اما من ناحية العاطفية، ففي عاطفة اكتر، في اجواء رومانسية اكتر، لكن في خلافات خاصة بعدم التفاهم. خلافات هتكون بسيطة جدا، يعني مش هتكون مشاكل اي او حاجات كارثية. بالنسبة لي الاشخاص اللي عايزين يرتبطوا او داخلين على ان هم يعني عايزين ارتباط او رومانسية في حياتهم، في فرصة ارتباط قوية جدا جدا في خلال شهر 9 من الاشخاص اللي حوالينكم. الاضواء متسلطة عليكم اصحاب برج الاسد بشكل قوي جدا، فعليكم ان انتوا تستغلوا ده وتستغلوا الفرص وتحاولوا على قد ما تقدروا تشوفوا ايه اللي انتوا محتاجينه، سواء كان بتدوروا على حد من الارتباط فتحسنوا من نفسكم جدا، تحسنوا من الشكل، المظهر، الاسلوب، لان في حد بيدرسكم نقدر نقول كده. كمان حاجة تانية، انتم مهتمين جدا جدا بنفسكم من اخر شهر 8 ومكملين في شهر 9، عايزين تلعبوا على شكلكم جدا، تلعبوا على المظهر، على شكل الشعر، على شكل اللبس، المظهر بتاعكم عامة. ده بالنسبة لكم هو البرستيج بتاعكم، يعني بيظهر في حيث المظهر، فده حاجة حلوة جدا ان انتوا تحسنوا من نفسكم، تحسنوا وتظبطوا من جسمكم، ده حلو جدا جدا، يعني ده بيهيئكم وبيديكم طاقة ايجابية على الحياة. يعني كمان عندكم بعض الخلافات اجتماعيا مع الاقارب، او بعض الخلافات، مشاكل، مفهومين غلط من الناس، فحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تحسنوا الصورة عند الاخرين، عشان هيكون افضل كتير ليكم، وهيمنع خلافات كتيرة ويمنع مشاكل كتير، ويحصل صلح ما بيننا وما بين الناس دي. لكن عندنا شهر مليان بالفرص، مليان بالحاجات الايجابية، لكن لا يخلو من بعض المشاكل، التكات، الضغوطات، عندنا ضغط كتير في العمل، في الحياة، لكن هنقدر على ده، فهيكون يعني حاجة حلوة جدا جدا. عندنا شهر حلو جدا، يا ريت ان احنا نستغل الفرص. عندنا اخبار ايجابية كتيرة، هنسمع خبر حلو، حاجة سعيدة بالنسبة لنا، حاجة كنا يمكن بنتمناها، في اجواء يعني اجتماعية حلوة، يعني اجواء اجتماعية مختلطة باجواء رومانسية، فهتبقى حاجة حلوة كده في خلال شهر 9. استمتعوا اصحاب برج الاسد، ما بلاش ان احنا نخلي الضغوطات والحاجات دي تبقى متحملينها اكتر، او نخليها في شكل هم بالنسبة لنا، لا، خلينا عندنا امل وطاقة ايجابية. عامة دي التوقعات السريعة، استنوا التوقعات التفصيلية يكون فيها شكل كامل وتفصيلي وحاجات كتيرة لسه ما قلناهاش، مهم جدا جدا. طبعا بتمنى ليكم ان انا اكون فدتكم، بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.